السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أسامة مجدي، أجايل فاندمنتال سيرتيفايد، وعندي أكتر من 8 سنين خبرة في مجال الأي تي. النهاردة هنتكلم عن الأجايل. أنا في سببين دفعوني إن أنا أتكلم عنها. الأول، من فترة قصيرة صادفت أحد الدارسين لمجال السوفت وير إنجينير وفاجئني إن هو ملقاش مواقع كتيرة بتتكلم عن الأجايل. والتاني، إن أنا اتعاملت مع مدراء مشاريع كتير في الشغل وكان دايما بيستخدم كلمة أجايل على كل شيء مش منظم، فحبيت أشارك معاكم إيه هي الأجايل. هنتكلم إيه هي الأجايل، الأجايل لايف سايكل، البروجكت إنيشيشن، الستوريز. أولا، ليه مجال إدارة مشاريع السوفت وير أصعب من إدارة مشاريع الهندسة المدنية؟ لأن مشاريع السوفت وير مش ملموسة على عكس المشاريع اللي في الهندسة المدنية. في الهندسة المدنية ممكن المهندس يرسم البيت بأوتوكاد او بحاجه 3D، فيشوف العميل بالظبط شكل البيت والوانه وشكل الشبابيك عامل ازاي وكل حاجه قبل ما يبدا ينفذ. لكن في السوفت وير بالكتير نقدر نعمل بروتوتايب نوريه للعميل. وتاني حاجه وديت المهمه جدا، نسبه العماله بتكون في الهندسه المدنيه 20% بتكون مهندسين وعمال، و80% بتكون خامات وبتكون معدات، على عكس مشاريع السوفت وير. مشاريع السوفت وير بيكون الاعتماد الكلي على الابداع البشري، وده بيكون شيء اصعب بكتير. التحديات اللي بتقابلنا في السوفت وير هي في الحقيقه ان 68% من مميزات السوفت ويرز ما بتبقاش شغاله. ليه؟ لان اكبر مشكله بتقابل البيزنس دايما هي الساين اوف. يعني ايه ساين اوف؟ يعني بيجي الراجل بتاع البيزنس او الكاستمر بيدي شويه ريكوايرمنت، بعد كده بيقعد معاه السيستم اناليست بيحدد ايه الريكوايرمنت ديت، وفي الاخر يقول للعميل والله انت طلبت شجره بالمقلوب امضي. يمضي العميل وهو مش عارف يعني ايه اصلا شجره بالمقلوب. فبعد كده لو جه العميل فهم يعني ايه شجره بالمقلوب، تمام، وجه يقول له لا والله صلح حوالي، خلاص هيقول له انت خلاص عملت ساين اوف، يعني مضيت اي تشينج انت عايز تعمله سي ار وهتدفع فلوس من جديد. فبيكون العميل من الاول يقول له ايه، والله انا عايز شجره بالمقلوب وشجره على جنبها وشجره واقفه صح وشجره بزاويه 30 في 30 درجه شمال وشجره 30 درجه يمين. بيحاول يتخيل كل حاجه ممكن تكون موجوده علشان بعد كده بعد ما يمضي ويعمل ساين اوف ما يقدرش السيستم اناليست انه يقول له ايه والله، او البيزنس اناليست يقول له والله لا احنا محتاجين سي ار وتدفع فلوس وكده. طيب المشكله الثانيه ان هي وركينج از ا ديزاين. فيجي العميل اللي طلب شجره بالمقلوب، الريكويرمنت توصل للديفلوبر، الديفلوبر يقوم عامل ايه؟ يعمل شجره بالمقلوب. ودي مشكله كبيره جدا، ان دايما لازم الناس تتراست الديفلوبرز اللي عندها او الامبلمنتور اللي عندها في الفيدباك بتاعه، انه يقول والله ده مش بيزنس صح اصلا، ازاي انا اعمل كده. لكن غالبا بيكون الرد عليه في الحياه العمليه اللي احنا عايشين فيها اللي هي مش اجايل، بيقول له لا العميل طلب كده، هو عايز شجره بالمقلوب خلاص اعملها له، وده غلط جدا. اخر نقطه ودي بتبقى هي الكارثه، تيستنج بير ريكوايرمنت. يروح البرودكت بعد ما حصل له ديفلوبمنت يروح للتستنج، التستر بيتست بير ريكوايرمنت، اه والله الريكوايرمنت بتقول لي شجره بالمقلوب خلاص انا موافق على شجره بالمقلوب. ولو جه يتكلم مع الديفلوبر هيقول له ايه؟ اتس وركينج از ديزايند. ودي اكبر مشكله بتقابلنا، ان بنطلع برودكت فيها كميه فيتشرز مش مستخدمه واتطلبت بس تخوفا من ان هي نحتاجها بعدين، وفي الغالب ما بنحتاجهاش. طيب خلينا نقول ما هي الاجايل. الاجايل هي قدره الشركه على التعامل والتغيير في امكانياتها وطرقها اسرع من التغيرات اللي بتيجي عليها. عندنا مشكله ان الكاستمر دايما بيقول I don't know what I want but I will know when I see it. يعني غالبا الكاستمر ما بيكونش متخيل بالظبط هو عايز ايه. لكن لما بنوري له اكزامبل عنه ونطلع له برودكت صغير عن اللي هو بيتكلم عليه هيفهم كويس جدا هو محتاج ايه فعليا.
طيب الاجايل از اكلتشر نوت ميثودولوجي، يعني الاجايل هو طريقه تفكير وتعامل اكتر ما هو ميثودولوجي بنعتمد عليها. من اهم الاساسيات في الاجايل هي كولابوريتيف تيمز، وخلي بالك من كولابوريتيف تيمز تعامل بين الفرق وبعضها، مش بس فريق لوحده، كل التيمز لازم تشتغل مع بعض عشان يشتغلوا اجايل. تاني حاجه التراست، ان انت تبقى عندك ثقه وصدق، دول مهمين جدا، وكل دوت في الكالتشر بتاعتنا. اوبنس ان الناس تتقبل اراء بعض، الناس تسمع لبعض. وهنقف في الاجايل واحنا قدام في الكورس جدا على موضوع ان انت ازاي تسمع، هاو تو ليسن، لان ده مهم جدا جدا. رابع نقطه سيف تو فيل، ما تخافش، اغلط وصلح الغلط، واغلط تاني وصلح الغلط، تغلط اسرع تتعلم اسرع. زي لو احنا جبنا طفل صغير وحطيناه في اوضه وقفلنا عليه كل حاجه وحبسناه عشان ما يتعورش وما يتخبطش، ايه اللي هيحصل؟ مش هيتعلم اي حاجه، مش هيتعلم الكتابه، مش هيتعلم القرايه، مش هيتعلم النطق حتى، لانه محبوس ما بيتعاملش مع اي حد بره. على عكس لما انت تسيبه ينطلق، هيسمع من هنا وهيقرا هنا، وهيقع يتخبط فيعرف ان ده كده اسمه مشي، وهيجري هيعرف ان ده جري، هيقدر يتعامل مع البيئه المحيطه بيه. من اكتر الاسئله اللي بتقابلنا في السوفت وير انجينير او في موضوع الاجايل بالذات هو الووتر فول. دايما يتحط في مقارنه مع الووتر فول. ليه؟ لان الووتر فول اغلب الشركات بتستخدمه. حتى في شركات بتقول لك انا شغال اجايل، بس هو في الحقيقه هو شغال ووتر فول، بس هي بتجيله مشاريع صغيره جدا جدا فبيفتكر ان هو شغال اجايل، لكن هو في الحقيقه بيشتغل ووتر فول. طيب الرسمه اللي قدامنا دي هتوضح ايه الفرق بين الووتر فول والاجايل. في الووتر فول هنشوف قدامنا ان انا اول ما البروجكت بدا دفعت فلوس وفي عندي امكانيه اخطاء. بعد كده لان انا عملت مثلا هنا عملت ديفلوب لفيتشر واحده. بعد كده دفعت فلوس اكتر، ان انا دفعت مثلا 10 ريال، دلوقتي دفعت كمان بقيت مثلا دفعت 20 ريال، وكمان في احتماليه الاخطاء كبيره. في الاخر المشروع خالص طلع البرودكت، وفوجئت ان انا بعد ما دفعت فلوس كتيره بقى عندي اخطاء كتيره. عكس الاجايل، الاجايل لان هو شغال سبرنت يعني مراحل، فاول مرحله انا دفعت شويه فلوس وسلمت برودكت، يعني الكاستمر دفع فلوس والشركه سلمت برودكت، فالناس جه منها فيدباك فكان في شويه اخطاء. بعديها بشويه الكاستمر دفع فلوس برضه، دفع 10 مثلا، اتسلم له البرودكت كبر، اتسلم له فيتشر زياده، وبقت نسبه الاخطاء موجوده برضه، وده شيء طبيعي. في الاخر خالص الكاستمر دفع جزء من الفلوس، اتسلم برودكت، وبقت فيه نسبه اخطاء اقل. ليه هنا في الووتر فول الفلوس عماله تزيد لحد لما البرودكت اتسلم، وهنا الفلوس ما زادتش؟ لان من اول مرحله في الاجايل الكاستمر خد برودكت، ابتدى يجين ماني، ابتدى يحصل على فلوس، هو كمان ابتدى هو كمان يكسب، وده هنشوفه مع بعض في الاكزامبل اللي جاي. بخصوص الووتر فول، بلان تو ورك اور كذا بلان، يعني هو بيحاول يبلان ازاي هيشتغل، وبعد كده بيشتغل زي ما بلان بتقول. الاجايل هو بمنتهى السهوله ازاي ان انت تشوف المشروع اللي هو هيخرج عن الطريق بتاعه، وان انت ازاي تعدله بسرعه، وده هنشوفها مع بعض في الحلقات الجاية. طيب دي مقارنة بسيطة ممكن تلاقوها على اللينك اللي تحت. في الأجايل نسبة السكسس بتاعتها المشاريع الكبيرة في الأجايل نسبتها 18%، الووتر فول 3% بس. بما ان نسبة الفيل في الأجايل 23% ونسبة الفيل في المشاريع الكبيرة بالووتر فول 42%، ودي فعلا لو حد شغال في شركات كبيره هيلاحظ فعلا الموضوع دوت. في المشاريع الصغيره النسبه قريبه، نسبه النجاح 58% للاجايل، 44% للووتر فول، 4% نسبه الفيل للاجايل، 11% للووتر فول. عندنا مثال احمد عنده كافيتيريا لكن دايما عليها زحمه، فاحمد اشتكى من دوت فراح لشركه
برمجيات، وكان الاتفاق معاهم ان هم يقدموا حل سريع ويحاولوا ان هو يكون كامل في نفس الوقت. فكان الاتفاق ان يعملوا موبايل ابلكيشن يتيح للناس ان هي تطلب اونلاين، يعني تطلب قبل ما تروح اصلا الشوب، وكمان تقدر تدفع اونلاين وتحدد اقرب فرع ليها من فروع الكافيتيريا بتاعت احمد، وكمان يقدروا يعدلوا في القهوه، يعني مثلا يحط نكهه معينه محتاجها فوق النسكافيه بتاعه، محتاج القهوه بطريقه معينه. لكن لما ادى الريكويرمنت دي للشركه، الشركه كان قدامها حلين، يشتغل ووتر فول وتسلم لاحمد المشروع ده بعد 9 شهور، او تشتغل اجايل وهتطلع باول ريليز من البرودكت ده بعد شهر واحد. فبكده قدرت الشركه في خلال شهر ان هي تشتغل سبرنت، عملت سبرنت طلعت برودكت موبايل ابلكيشن. الموبايل ابلكيشن دوت اللي طلع في اول سبرنت ما فيهوش غير المين فيتشر، المتطلبات الاساسيه بس، اللي هي تكست بوكس تكتب فيه نوع القهوه وتختار الوقت اللي انت محتاج فيه القهوه وزرار ارسال، مش اكتر من كده. وبعد كده في السبرنت اللي بعديها، وبناء على الفيدباك اللي جالهم من اول سبرنت من الكاستمرز مع الريكويرمنت اللي كان طالبها احمد، وده بيكون كله مع بعض اسمه باك لوك، ابتدوا يعملوا السبرنت الثانيه عشان ينجحوا اكتر واكتر. حاجه مهمه جدا عن الاجايل، الاجايل انا بسلم برودكت، اول مرحله اول سبرنت انا بسلم برودكت، بعد كده بحسن في البرودكت، بعد كده بحسن اكتر بحسن اكتر لحد لما اوصل للبرودكت النهائي اللي العميل عايزه. من اول مرحله انا بسلم برودكت شغال لحد اخر مرحله. لكن مش كده، مش انا بديله فيتشر اقول له والله بص ده احنا ممكن مثلا نحط هنا ان هو يختار الوقت، طب والابلكيشن اصلا ما اشتغلش، يعني انا استفدت ايه؟ بعد كده يقول له والله ده انا هحط كمان فيتشر زياده، وبعد كده فيتشر ثالث، لحد لما طلع له البرودكت في الاخر. فهو كده بقى في اخر مرحله هو مبسوط. الاجايل عمرها ما كانت نو بلان ولا نو اركتكتشر، ولا هي بلان كبيره ولا هو اركتكتشر كبير. الاجايل جاست انف جاست ان تايم، يعني اعمل شغلك مظبوط وفي الوقت الصح. وان شاء الله هنكمل مع بعض ايه هو الاجايل بيراميد في السيشن الجاي ان شاء الله.